السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم عندنا حلقة ثانية من برنامج سبوت لايت. راح تكون الحلقة هذه متعلقة في بطولة إن شاء الله عندنا، وراح تكون من أكبر البطولات بالشرق الأوسط. طبعا معنا إحني أخوي محمد المحميد أبو بدر، حياك الله أخوي أبو بدر. حياك سلمك. طبعا أبو بدر هو الأونر حق البرج الأبيض. البرج الأبيض معروف عندنا بالكويت. راح أخلي أبو بدر هو يتكلم لنا عن البرج الأبيض أكثر عشان يعرفكم عنه. شيء يعطيكم العافية، مشكور ما قصرت على الاستضافة هذه صراحة. أنا شاكركم وايد. معكم أخوكم محمد المحميد. طبعا الكل الأغلب يعرفني أبو بدر. أنا من عشاق طبعا ألعاب فايتنج، وخاصة سي فايتر. طبعا كنت ألعب من تقريبا 92 إن شاء الله في البرج الأبيض. مع العمر احنا كبرنا وكل شيء، وهذا فجت لي فرصة أن أخذ المحل وكبره ووسع فيه، وأضيف عليه بعض النفسات. طبعا أنا مع أخوي جابر وأخوي عبد العزيز الحنيان، والحمد لله يا رب. يعني فتحنا المحل تقريبا سنة 2008 وبلشنا في الجيم سي فايتر، لأنه كان نتكلم آخر جزء كان نزل ثيرد سترايك سنة 2000 تقريبا، وبعدين ب 2008 تقريبا أو 2007 نزلت سي فايتر 4. وهني جت لي فكرة أن أنا أخذ المحل وأكبر وأوسع، والله بلشنا هذا والحمد لله يا رب. ما شاء الله. طبعا البرج الابيض معروف عندنا بالكويت حق محبين العاب الاركيد. ابو بدر احنا جايبينك اليوم هني عشان البطوله اللي راح تصير اللي هي كيو. نعم. بس اول شيء بنعرف هذه كانت ثاني بطوله لك. هي مو ثاني بطوله، هي تعتبر ثالث بطوله. احنا ثالث بطولة. اول بطوله سويناها كان كنا بنجرب يبنى افضل لاعب العالم، كان دايجو. وجربناها كأول شيء بالنسبة لنا، كان الحمد لله الحضور ممتاز، وكنا نبي نشوف إمكانياتنا إحنا بالنسبة حق البطولة هذه. ولله الحمد يعني توفقنا فيها. البطولة الثانية سويناها قبل تقريبا يمكن سنتين. 2013 تقريبا سويناها. طبعا سويناها برضه معارض، والحمد لله يا رب يعني كان الإقبال يعني جدا ممتاز. تكلم 500 شخص تقريبا حضر عندنا البطوله. كان السponsor حقنا شركه كوالتي نت. طبعا لاول مره كانت تصير بالكويت، طبعا نتكلم في الميدل ايست، ان لاعبين من اليابان ومن امريكا من دول ثانيه كلهم كانوا تقريبا موجودين عندنا بالكويت. فالحمد لله رب يعني كانت طول ما فرق يعني كان الستريم بعد مالها كان رقم الحمد لله. الستريم طبعا يعني انا كنت حاط ببالي تارجت اني كنت ابغى اوصل له، يعني الرقم انه نتكلم كافضل بطوله كانت قبل عندنا هي بطوله توكي جيم شو. كانت تصير مره بالسنه باليابان، بعدين عندك بطوله ايفو اللي كانت تصير بامريكا. طبعا ايفو نتكلم احنا كسبكتيتر الكوميونتي مالها طبعا شيء خرع. كان يوصل ستريم عندهم تقريبا يمكن above 3 مليون. احنا الحمد لله يا رب يعني وصلنا خلال ثلاثة ايام above 1 مليون ما شاء الله على الستريم. طبعا ما شاء الله. الحين موضوعنا الاساسي، نعم، اللي هي البطوله اللي جايه كيو. اي نعم. البطوله هذه راح تكون يعني من اكبر البطولات في الشرق الاوسط ان شاء الله باذن الله تعالى. نبيك تكلمنا عن البطوله، نبي الناس تعرف اكثر عن البطوله، شلون يشاركون، شلون راح يكون موجود البطوله سواء من ضيوف او غيره. البطولة هذه إن شاء الله طبعا إحنا كنا مخططين لها من زمان. إحنا وقفنا تقريبا صار لنا يمكن سنتين، لأن أبي أقدم شيء أفضل من اللي قدمته أول مرة. يعني أنا دائما ما أبي أقدم على خطوة إني أنا أسويها إلا أنا متأكد منها 100%. فعشان كذي ما حصل الفرصة المناسبة إني أقدر أقدم بطولة ثانية، فوقفت شغلي كله وقمنا نخطط أنا مع إخواني على البطولة الجاية. فمن يوم من الايام كلمني اخوي محمد رمضان عشان يقول لي ابو بدر في نبي نسوي بطوله، بس هالمره شنو؟ كابكوم. بطوله غير. اي بطوله غير طبعا. اول مره كابكوم. كابكوم راح تكون موجوده يعني. راح تكون كابكوم موجوده عندنا بالكويت لاول مره طبعا انهم يسوون بطوله عندنا. هم طبعا عندهم معرض يصير بدبي، لكن ان نتكلم كبطوله عالميه كابكوم كاب راح يكون موجود ان شاء الله بالكويت عندنا. فالحمد لله رب يعني بعد محادثات وياهم وحطينا الخطة مالتنا اللي بنسويها
وطبعا ان شاء الله مع جهودكم انت ويانا انتم مقصرين ويانا ان شاء الله. فبإذن الله تعالى يعني راح نبلش فيها ان شاء الله الاسبوع الجاي. يعني طبعا البطوله راح تكون تاريخ 24 اللي هو صادف ثاني يوم العيد. ثاني يوم العيد. ثاني يوم العيد من 24 الى تاريخ 25 اللي هي يومين اللي راح يكون يوم الخميس والجمعه ان شاء الله باذن الله. طبعا راح يكون في جوائز نقديه. راح يكون الجواز نقدي ان شاء الله نتكلم على تقريبا 18000 دولار. هم راح تكون اللعبتين مشاركين في البطوله اللي هي سي فايتر الترا سي فايتر وراح يكون فيها تكن. اي نعم. هاللعبتين ان شاء الله كمان راح يكون مشاركين فيها. ف يعني نتمنى ان شاء الله يكون يعني ان شاء الله ان شاء الله راح تكون البطوله هذه راح اتوقع ان شاء الله باذن الله راح تكون توقعات ان شاء الله باذن الله تعالى. وطبعا الفايز راح يتاهل حق طبعا الفايز بالبطوله بالنسبه حق كاب كوب احنا نتكلم راح يكون يتاهل حق البطوله الفاينل راح تكون اللي هي اعتقد شنو شهر 12 بامريكا راح تصير هي كاب كوب كاب كوب طبعا فاينل. احنا طبعا احنا هذه ما تعتبر ان البطوله هذه ان يتاهل راح يتاهل دايركت حق الفاينل اللي هي راح تكون شهر 12. فطبعا في لاعبين راح يكونوا برا اللي هم الضيوف اللي هم الضيوف طبعا راح يكونوا برا. فطبعا ما راح اقدر انا ما اقدر اعرف منهم الاسامي لانه هم صراحه وايد مفاجات طبعا راح تصير في احنا طبعا حاطين راح نحط اللينك واعتقد اننا نزلناه بالنسبه حق التسجيل فما راح اقدر احدد الاسامي صراحه الجايين هم راح يشوفون يعرفون بعدين هم راح يعرفون بعدين طبعا راح طبعا راح يعرفون عن طريقكم انتم وعن طريق الانستغرام عن طريق الويب سايت مالكم فكل شيء راح يبين يعني ان شاء الله باذن الله. احنا يعني نوعد الجمهور ان شاء الله ان راح تكون هذه اكبر وافضل بطوله باذن الله تعالى بالشرق الاوسط باذن الله تعالى. يعني طبعا اللي يسجل راح نخلي لكم اللينك للتسجيل في البايو وكلمه اخيره تحب توجهها حق المتابعين. والله انا اول شيء يعني احب اشكركم صراحه يعني ان انتم تحملونا شويه بهالبطوله هذه شويه راح نكون يعني في شغل في طبعا ان كابكم كاب اول مره يوم بالكويت ونبي نظهر يعني مظهر حسن. طبعا اخواني السعوديين جايين ان شاء الله اخواني الاماراتيين البحرينيين دول الخليج كلهم جايين يعني انا اتمنى ان يجون يحضرون البطوله هذه مع اخواننا طبعا هني الكويتيين هنا هن في طبعا راح تنحط شروط حق بالنسبه حق البطوله في قوانينها جميع الاسئله هم اللي يبونها راح تكون موجوده راح نحط اجاباتك راح تكون موجوده راح يكون في بوست عن شروط البطوله عندنا بالويب سايت وعندكم بعد بالفيسبوك ان شاء الله. نعم نعم ابي الكل يكون موجود ان شاء الله لان بالنهايه احنا نبي نرفع اسم الديره صراحه الكويت. احنا الحمد لله رب البطوله اللي طافت اسمنا يعني وصل لبرا الكل عرفنا احنا من الكويت وايت تاور الكويت كله كان يعني واحده من الشغلات اللي صارت ويانا كنا مسافرين انا مع الشباب رايحين هونغ كونغ فدشينا محل اركيد وهذا فكان في تقريبا اربعه خمسه قاعد يلعبون ما شنو فاحنا داشين نبي نطالع يعني بس كذي فشفناهم قاعد يتلفتون يطالعونا ما ادري شنو فواحد منهم طلع التليفون فقاعد يورينا الصور فكانت بطولتنا فيقول هذا انت قلنا له اي نعم هذا احنا شو اسمه فمرة تلفنا هنا ورا فوق ال 20 واحد ورانا ما شاء الله والحمد لله كوننا علاقات طبعا جدا ممتازه مع اخواننا عندنا بالدول الخليج كلها طبعا قاعد يحضرون عندنا تقريبا اسبوعيا قاعدون عندي عندنا بالمحل بالبرج الابيض اي نعم قاعدون فقالتهم ان شاء الله يا رب نشوفهم موجودين واحنا حاضرين يعني اي سؤال اي استفسار ممكن يطرحونه عندكم انتم اكتبوا لنا بالكومنتات تحت او بحسابنا بالانستغرام وان شاء الله راح نجاوب واحنا ان شاء الله نكون يعني تحت خدمتهم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مشكوره ابو بدر ويعطيك العافيه مشكورين انتم ما قصرتوا رحم الله والديكم يعطيكم الف الف عافيه طول عمرك ونتبلى ان شاء الله التوفيق حق البطوله وحقنا كلنا للكل ان شاء الله طبعا كان طبعا هذا كان عندنا اليوم كنا نبي نعرفكم على البطوله الجايه اللي هي كيو نعم واللي بيشارك مره ثانيه يقدر يشارك تحت راح نحط لكم اللينك بالبايو يعطيكم العافيه ومشكورين وما قصرتوا.